لوفان راح. لا الباب لا يتسكر. لوفان راح. فراري ما هي موجودة. لوفان راح. وهذه غرفة لوفان. تشوفون مو موجود. هلا والله أحبك يا ولد. أنا جيت يا عيال. اليوم راح نسوي مقرب بلوفان. خليكم جاهزين. راح نعبي غرفته كلها بالونات. والله متحمس أشوف غرفة لوفان وكلها بالونات. والله يا الشمس حارقة ولابس جاكيت أنا مسوي نفسي. يعني. ما أدري ليش لابس جاكيت. إيش فيه؟ ذكاء مقطعني والله. الشعر صار يتطاير. شوفوا في سبانرات، تخيلوا في سبانر لأمي زنوبات. سبانر الأمها. والله يا البنات كثيرة، أي واحدة آخر. لو أخذنا زي ذي نفسي بينقطع وأنا لسه ما نفخته. أخذنا هذا وأخذنا ذولا. إن شاء الله يا رب يكفون. أخذنا لك أحمر يا الرومانسي. الحين إحنا بغرفة لوفان، خلينا نعبي البالونات قبل لا يجي. ليش تقول يا بيبي؟ طبعا انا اخذ دول على اساس ما اتعب، وللاسف يعني طلعوا ابو كلب. كنت بموت وانا انفخ بالونه واحده. ان شاء الله يمدينا نقدر نسويها كامله ونعبي البالونات كامله. يا رب يا رب. هذه اول بالونه وكذا. اسمع عبل ما عبل البالونات واخلص وارجع لكم. ابغاكم تنزلون تحت تضغطون زر اللايك، تضغطون زر الاحمر اللي تحت وزر الاشتراك، تضغطون زر التنبيهات. انا اول ما انزل مقطع على طول يجيك اشعار. مو هنزل المقطع، خلينا المقلب لو. قسم بايات الله اللي يفقد لا يروح يتعاطى اشياء ثانيه ينفخ بالونات. والله العظيم يا عيال. معلومه سريعه، تدري ان تعرفون ليش جبت بالونات حمراء؟ شلو فار منسي بالونة العاشر. شكلي ضحك. لا رحتم في مكان غلط، خليكم ثابتين اتحركون. بديت اصدع يا عيال. نفخ البالونات ما هو كويس. اسمعوا انا بديت استسلم. اخ لن استسلم، سأحارب البالونات جميعا. هو انا سطلت ولا ايش السالفة يا عيال؟ هذا اللي قدرت اسويه. شوفوا كم بالونة. والله ما ادري كم بالونة، يمكن 500 يمكن 1000، والله ما ادري. وش يعني بعد لكم كم بالونة مسوي انا؟ اشتريها امي انا. سيبه يفي بالغرض. شوفوا كيف طالع شكلها كثيره يا عيال، حتى هنا بعد. هنا يا بعد هذه وحده، هذه تنحسب ترى. رومانسيه حلوه. جاء تلفون، جاء تلفون. توني سمعت ان السياره وقفت وامي قالت لي ان لفان جاء، فالحين بيجي. الحين نوقف عند الباب مفاجئ عشان اول ما يدخل سبرايز. ماذا ليتس جو. ايش بوم اطول ذا؟ يلا اخلص. يلا يا اخي، يلا يا اخي. شوي طيب. ايش رايك؟ مضبط وضعك غرفة رومانسية عقب ما ان شاء الله تتزوج. خليني اطلع شوي لو سمحت. لا لا تو وراك. انا محل عام للغرفة كاملة حقي قبل شوي. ليه؟ ليش رسختها؟ عادي يا رجال، فل امها. نظف سلامة. لا والله حلوة. شوف والله تنظف. جرب تنقز. طيب ما تنقز انت، شو تنقز ذا؟ جرب ايجي جرب انقزها. يلا واضح. احنا ما ننفع حق مقالب. الحين بفل امه ما بيزعل. وش ردة فعلك يا لوفان يوم شفت الغرفة كلها حقك كذا؟ يعني انا ودي اضرب كف. ايوه بس نفس الوقت يعني رتبت لي دولابي. ترى هذا مو فلوق، هذا مقلب. يلا شوفكم ان شاء الله بعدين. وصلنا نهاية المقطع. وصلنا نهاية المقطع. اجل. Do you love me? Do you need me? للأسف يعني كان بقلب مقلب اوكي، بس للأسف استانس فيه. كنت احس بعصب علي. ها وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفك ان شاء الله بكرة الساعة 5 العصر. ولا تنسى تضغط زر اللايك اللي تحت، تضغط زر الاشتراك اللي تحت، تضغط زر كل هذه الازرار كلها. واشوفك ان شاء الله بكرة. In the back, dog, like I'll be the shadow of a vengeance, like the shallow with my villain. I've been bloody, cause I used to be known as a shark attack, and now I'm hot like the cherry in my bitch and blown rap. Cause I am the way. خلاص انهينا المقطع، انهينا المقطع. جيب شوي. طيب جيب شوي.
يلا يلا الحين مقلب خواتي والمقلب امي. والله ما بسمعك اكثر. البالونات تتدحرج. شوف كيف يركزون. شوف 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 شوف. جوزفين. وخر يا كلب. قاعد ادوب برانك. ايه اسبقكم. ليه وقفت. كيف والله. اخلص اخلص بس. خلصنا من مقلب لوفان الحين بيجي مقلب اهلي. ايه برضو انا تخبيت.